أنهى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حالة الغموض السائدة حول مصير مشاورات مدير ديوانه أحمد أويحيى المتعلقة بتعديل الدستور مؤكدا بذلك إقبال الجزائر على تعديل دستورها الرئيس بوتفليقة وفي الرسالة التي قرأها نيابة عنه صباح الاثنين المستشار برئاسة الجمهورية محمد علي بوغازي على المشاركين في المؤتمر حول التطورات في مجال القانون الدستوري في إفريقيا أكد أن الجزائر تحضر لتعديل الدستور بجدية وكلها دراية بنضج الأفكار التي أفرزتها المشاورات الواسعة التي نظمت هذا الغرض. رئيس الجمهورية لفت إلى أن المشاورات الواسعة التي نظمت بغرض إشراك كافة شرائح المجتمع غرضها الوصول إلى توافق حول المسائل الجوهرية وضمان فعالية حقيقية للأحكام الدستورية الجديدة، وفي نص الرسالة قال القاضي الأول بالبلاد ان الهدف المتوخى هو تسهيل مسار انفتاح المجتمع الجزائري ومرافقته مع العمل على حفظ استقراره وتجنيبه الاضطرابات التي تعرفها مختلف الدول كما شدد الرئيس بوتفليقه على انه يسهر على وجه الخصوص على تفادي التسرع والتقليد والارتجال مؤكدا ان الجزائر التي عانت الامرين من ويلات الارهاب ترفض اي مغامره من هذا القبيل التي غالبا ما تخلف مآسيا والتي يرفضها المجتمع الجزائري جمله وتفصيلا، كما نالت القضايا الاقليميه والدوليه نصيبا من خطاب الرئيس، اذ جدد التاكيد على ان الجزائر لن تدخر جهدا من اجل العمل على احلال السلم وفض النزاعات سواء في مالي او في ليبيا او في اي مكان اخر من افريقيا. وهذه الجهود يضيف رئيس الجمهوريه هي تعبير من الجزائر على التزامه الثابت تجاه القاره الافريقيه